السلام عليكم امهات، مرحبا بكم معايا فيديو جديد. اول حاجه عيد مبارك سعيد، تعيدوا تعودوا ان شاء الله بالصحه ولهنا وباش ما كتمناو، اضحيه متقبله ان شاء الله. اذا اليوم في هذا الفيديو غادي نجاوب على بعض الاسئله اللي تعودات مؤخرا بزاف في القناه حول الكبده ديال الخروف، امتى نقدروا نقدموها للطفل الرضيع وشنو هي الطريقه، واش ممكن كذلك بالنسبه للسيده الحامل، واش الكبده خطيره كما يراج يعني ما خصهاش تاكلها ولا واخا تاكلها. وكذلك غادي نشارك معكم الغداء ديال الشهد، يلاه كنت غادي نوجد الغداء ديالها وقلت علاش لا ما نشاركوش معكم، هي هكذا شي حاجه خفيفه. وكذلك غادي نشارك معكم واحد تارتو سيترون كتجيني بنينه وسهله وسريعه دغيا دغيا، فقلت علاش لا ما نشاركش معكم حتى هي، فبقوا معايا حتى الاخر. اذا فوقاش نقدر نقدم الكبده للطفل ديالي؟ اول حاجه الكبده هي واحد العنصر الغذائي اللي فيه او اللي عنده واحد القيمه غذائيه كبيره، كنلقاو فيها بزاف ديال المعادن بحال الحديد بحال الفوسفور بحال السيلينيوم بحال حمض الفوليك، فيها كذلك مجموعه ديال الفيتامينات، فيتامينات بي فيتامين ا بواحد النسبه مرتفعه، فغنيه بزاف، ضروري ندخلوها في النظام الغذائي ديالنا وديال اطفالنا. فقط واحد المعلومه بين قوسين، الكبد ديال الدجاج افضل في القيمه الغذائيه من الكبد ديال الخروف ولا ديال البقر. ديال الدجاج كتكون فيه نسبه مرتفعه اكثر ديال الحديد وديال البروتين، هذا الشيء فقط بالنسبه للامهات اللي ما كيبغيوش يقدموا الكبد ديال الدجاج، كيقول لك لا ما عندهاش قيمه غذائيه، لا بالعكس فهي افضل. اذا فوقاش نقدروا نقدموها للطفل الرضيع؟ ابتداء من 8 اشهر، ابتداء من 8 اشهر، لكن بشروط. الشرط الاول طبعا بكميات قليله، الشرط الثاني انها تكون طازجه، يعني ما تكونش مثلا محتفظين بها في الثلاجه نهار ولا يومين، يعني تكون طازجه تكال في ساعتها. الشرط الثالث انها تطيب مزيان، اننا نطيبوها مزيان باش نتاكدوا بلي ما فيها حتى شي بكتيريا اللي تقدر تسبب لنا تسممات غذائيه، خاصه للطفل اللي كيكون باقي السن ديالو صغير، جهاز المناعه باقي ماشي قوي، خاصنا ضروري نطيبوها مزيان. لان الكبده من العناصر الغذائيه سريعه التلوث، دغيا كتقدر تصاب شي بكتيريا مثلا غير اثناء الذبح ملي كنكونوا كندبحوا، هذا تقدر تقدر توسخ ولا شي حاجه فتبقى فيها شي بكتيريا اللي خصها ضروري طيب مزيان باش ما تبقاش. صافي هادشي اللي كاين. ونقدروا نقدموها للطفل الرضيع كيفاش؟ نطيبه بالطريقه العاديه، ونطحنها مع الخضر، طحنا مع بعض الخضر اللي كياخذ في الغداء ديالو، فكيجي المذاق ديالها مزيون مع الخضره. هذه الطريقه باش كنقدمها الشهد. السؤال الثاني هو بالنسبه للحامل، واش الكبده خطيره على السيده الحامل؟ علاش الكبده تقدر تكون خطيره؟ اول حاجه لانها فيها واحد النوع من الفيتامين ا مرتفع بزاف، هذا النوع ديال الفيتامين ا اللي فيها طالع كيقدر يسبب تشوهات خلقيه لا قدر الله للجنين اذا خداتها السيدة الحامل بكثرة في الثلاث شهور الأولى. يعني إذا كانت كتاكل الكبدة بزاف الثلاث شهور الأولى من الحمل، الله يحفظ، كتقدر تسبب تشوهات للجنين. ولكن إذا خداتها بنسب معتدلة ماشي يوميا، مرة في الأسبوع، جوج ديال المرات في الشهر، ثلاثة ديال المرات في الشهر، فما تخاف حتى شي حاجة. نفس النصائح اللي قلت قبل أنها تكون طيبة مزيان باش ما يكونوش تسممات غذائية فقط، وتقدر تاكلها ما تخاف منها حتى شي حاجه. هادشي كان بالنسبه للاسئله ديال على الكبد. واحد السؤال اخر وصلني غير هذا الصباح هذا وانا غادي نصور الفيديو، قالت لي واحد الاخت ولدي كيسولني علاش كندبحوا الخروف، عنده 3 سنوات ونصف يمكن، قالت علاش كندبحوا الخروف، ما عرفتش واش نعاود له يعني القصه ديال سيدنا ابراهيم وهذا ولا لا. عاود له القصه ديال سيدنا ابراهيم، هذه فرصه خصنا في اي مناسبه دينيه الامهات نشرحوا لاطفالنا، نعاودوا لهم القصه ديال سيدنا ابراهيم مع سيدنا اسماعيل مع الكبش، فواحد القصه رائعه، انا كنت كنستمتع وانا كنحكيها للتلاميذ ديالي، فعاودوها لاطفالكم، شرحوا لهم كيفاش ان الله سبحانه وتعالى الكرم ديال الله سبحانه وتعالى فدا سيدنا اسماعيل بهذاك الكبش عليها حنا علاش كندبحوا الى اخره، شرحوا لهم هادشي هذا مزيان بزاف. ابتداء من 3 سنوات، من عامين ونص كاع الطفل كيبدا يفهم كيبدا يربط الاحداث،
بالنسبه لوجبه الغداء البنات عندي هاد ثلاثه ديال الخضر، هادو اللي بقاو لي في الدار، باقي ما جبتش الخضره. عندي هنايا واحد خزوه، واحد بطاطا حلوه، واحد شويه ديال اللوبيا خضراء. غادي نرافق هاد الخضر هادي بالكينوا. الكينوا سبقنا هضرنا عليها وشرحنا شنو هي الكينوا والطريقه ديال الطهي ديالها، هادشي كله غادي تلقاوه في واحد الفيديو خاص بالكينوا، تلقاوه تحت في صندوق الوصف، رجعوا شوفوه. في الزكته هنايا عندي ديجا في الزكته واحد ساعتين ولا ثلاثه ديال الساعات، خصنا ضروري نخليوها في الماء واحد المده. ما غادي نعمل حتى شي مصدر اخر ديال شي بروتينات ولا نشويات. علاش؟ لان الكينوا مصدر ممتاز ديال البروتينات والاحماض الامينيه، فما غاديش نحتاج نعمل لا دجاج ولا لحم ولا حتى شي حاجه، زائد انها حبوب اللي فيها نشويات كتعطي طاقه وسعرات حراريه، فما غاديش نضيف لا روز ولا خبز ولا والو. وجبه متكامله وصحيه جدا جدا. صافي اذا غادي نعمل الكينوا ديالي نسلقه وغادي نقي الخضره ديالي ورجع معكم. صافي البنات هما الخضره ديالي، غادي نسبق نعمل لوبيا خضراء وخزو هما الاولاد، لان بطاطا حلوه دغيا كطيب ما كتاخذش وقت بحالو، فحتى يبداو يطيبوا عاد غادي نضيفها. صافي غادي نعمل واحد شويه ديال الملحه، صافي بحال قلت لكم ديك الساعه غادي نضيف عليهم بطاطا حلوه. واحد الحاجه البنات، بطاطا حلوه من الخضر اللي كنقدروا نعطيوها في بدايه التنويع الغذائي، سبق لي تكلمت عليها في واحد الفيديو ديال الجدول الشهري ديال اول شهر في التنويع الغذائي، فممكن نعطيوها. المذاق ديالها محبب للرضيع كيبغيها، زائد ان القيمه الغذائيه ديالها افضل من البطاطا العاديه، فهي فيها نسبة فيتامينات أكثر، نسبة معادن أكثر من البطاطا العادية، فندخلوها كذلك في النظام الغذائي ديال أطفالنا. إذا نرد الخضرة ديالي طيب، وصافي ها هو الغداء ديال شهد وجد. ها نتوما الكينوا ملي كطيب هكذا كتجي، ها هي الخضر ديالي سلقات. مهم الغداء ديال الزربه، ولكن في نفس الوقت فيه كاع العناصر اللي كيحتاجها الجسم، عندي الياف وفيتامينات، عندي بروتينات وعندي نشويات، ف يعني غدا اللي هو متوازن بمكونات اللي هي بسيطه جدا. اذا غادي نوكل شهد دابا، ومن بعد غادي نخرجوا انا وياها نمشيو نتسخروا، وعاد ديك الساعه نرجع معكم في العشيه نصور لكم واحد المقطع اخر. المقادير اللي غادي نحتاجو في هاد لاطاخت ماشي شي مقادير كثيره، وحتى الطريقه ديالها سهله وسريعه جدا، انا خليتها هي الاخرانيه كما كتشوفوا الاضاءه مبدله لان دابا الليل عاد كنصورها. اذا احتجت هنا البسكوي مطحون، بغيتو تطحنوه بغيتو تدقوه ولا مهم الطريقه اللي عجبتكم. انا كنستخدم هاد صابلي، هذا كيجي المذاق ديالو مزيون، هو اللي استعملت تقريبا واحد 10 ولا 11. غادي نحتاج واحد معلقه ديال الزبده والحليب المركز المحلى، واحد العلبه، وعندي جوج بيضات غادي نستعمل فقط الصفار ديالهم. وبالنسبه للليمون ولا الحامض عندي ربعه صغارين، الا عندكم كبارين استخدموا جوج. غادي نحتاجوا العصير ديالهم، وغادي نحتاجوا القشور كذلك. الا كتسمعوا شي صداع هذا ديال شهد، لاني كنزيد الصوت من يعني ماشي في اللحظه اللي كنت كنصور فيها، ما قدرتش نهضر كنت عييت، ف يعني عاد كندخل الصوت. بحال اللي شفتوا عملت واحد معلقه ديال الزبده ذوبتها، وعاد عملتها ان هذا البسكوي هذا، وصافي عجنته. وهنايا كنقادو في هذا المول هذا اللي كتقدر تحلو، عرفتوه. صافي كنعوضو مزيان، ومن بعد غادي ندوز باش نحض. غادي نخليه في الثلاجه، بينما انا كنوجد هاد الشيء هذا غادي نخليه هو في الثلاجه باش كتجي باش يعني كيجي قاصح مزيان. اذا عملت هنايا جوج ديال الصفار ديال البيض، وعندي ديك الليمونات عصرتهم مزيان، خرج لي فيهم تقريبا واحد نص كاس، وعندي واحد معلقه صغيره ديال القشور ديال الليمون حكيته، وصافي كنطرب كل شيء. وغادي نضيف الحليب المحلى، غادي نضيف الحليب المحلى وصافي، وغادي نمزج المكونات مع بعض، وها هي الطرطه ديالي نسالي. كاين ناس كيعملوا طبقه اخرى من فوق منا، انا كتعجبني فقط هكذا كتجي بنينه.
صافي ها هو البسكوي ديالي بعد ما خرجته من الثلاجة. غادي نضيف عليه الخليط ديالي وغادي ندخلو 4 ساعة للفران البنات، ما تخليوهش اكثر، 4 ساعة فقط، وفي درجة حرارة اللي ماشي مرتفعة بزاف 150 درجة بركة ولا 120. صافي 4 ساعة ومن بعد هكذا كيجي الشكل النهائي ديالها، زوقتها بالقشور ديال الليمون، كتجي بنينة، جربوها. الى اول مرة كتشوفوا هذه القناة هذه فاشتركوا معنا وضغطوا على الزر الاحمر اللي كاين تحت. نشوفكم فيديو جديد ان شاء الله.